يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن الجافا اوبريتورز، وهي معناها ايه العمليات الحسابيه اللي نقدر نعملها في لغه جافا. لو جينا بصينا الاول، عمليه حسابيه هي البلس بلس والماينس ماينس، هي عباره عن الانكريمنت والديكريمنت. لو جينا خدنا مثال سريع، لو قلنا اي مثلا بتساوي اي فاريبل مثلا بيساوي 5، وبعدين بعد كده اي بلس بلس، الاوتبوت بتاع العمليه الحسابيه دي هيبقى فيها 6، اللي هي بتتزود بواحد. في حين ان لو في مثال تاني اي برضو بتساوي 5، وبعدين اللاين اللي بعده كتبنا اي ماينس ماينس، الاوتبوت بتاع العمليه دي ان اي هيبقى فيها 4. هنشوف الفرق في الفيديو اللي جاي، ايه الفرق ما بين لو البلس بلس قبل بعد الفاريبل زي ما احنا شايفين هنا كده، او قبل الفاريبل. ده هيبقى في المثال في الفيديو اللي جاي. اللي بعد العمليات الحسابيه بعد كده ان هي الاسترسك، دي اللي بتبقى فيها الضرب، او العلامه دي اللي هي بتبقى القسمه، او علامه البرسنتج دي بتبقى الريميندر، بيسموها ريميندر. احنا لو جبنا لون تاني العلامه دي تبقى الريميندر. طب ايه معناتها دي؟ وليكن لو شوفنا مثلا في لغة جافا، لو جينا قلنا مثلا 9 على 4، دي القيمة الناتج بتاع دي في لغة جافا تديك 2، في حين لو قلنا 9 ريميندر 4 تدينا 1. ليه؟ لأن 9 على 4 فيها 2 ويتبقى 1، فدي بتدينا الباقي، علامة البرسنتج دي بتدينا الباقي. في حين لو قلنا 8 على 4 فيها برضو 2، في حين لو قلنا 8 ريميندر 4 هتدينا 0، لأن الباقي بتاع 8 على 4 فيها 2 ويتبقى 0. فدي معنى ريميندر. طبعا البلس والماينس دي اللي هو زائد وناقص. الشيفت فيها اسمها، لو استخدم 2 أكبر من أو أصغر من، دول اسمهم أريثماتيك شيفت، لو 3 بنسميهم لوجيكال شيفت. هنشوف في اخر الفيديو ايه الشرح بتاع الاوبريشن دي، اكبر من او اصغر من او اقل من او يساوي، او اكبر من او يساوي، كل ديت دي اوبريشن. يعني دي شكلها بيبقى عامل بهذا الشكل. انستنس اوف ديت لو احنا حبينا نختبر مثلا اوبجكت ما معين، لو قلنا اف اوبجكت، نستخدم كلمة instance. of بتبقى one word class، بتبقى ال class name هنا. لما عايزين نتحقق ان ال object فعلا هل هو instance من ال class ده. علامة equality هنا بتبقى equal. في الكونديشن لو جينا خدنا مثلا قلنا ان اي بتساوي 5 وجي بتساوي مثلا 6، وبعدين عايزين نعمل كونديشن. هنشوف طبعا الاف ستيتمنت بعدين في الفيديوهات اللي جايه، لكن هنا عشان بس الشرح بتاع البلس بلس ديت، لو شفنا عايزين نختبر هل اي بتساوي جي ولا لا. فلو عملناها بهذا الشكل، يساوي بهذا الشكل، هو كل الفكرة هيعمل ايه هنا؟ هيخلي اي هياخد قيمة 6، هياخد قيمة جي ويحطها جوه اي، لان يساوي معناها هنا assignment مش condition. فعشان يتغلبوا على المشكلة ديت راح جاي عاملين يساوي في الكونديشن اللي هي 2 يساوي. فاول كومبايلر ما يشوف 2 يساوي يعرف ان دي condition مش assignment. في علامة ال exclamation يساوي، دي معناها لا يساوي. يعني لو عايزين نقول هل اي لا تساوي جي، فهنعملها بهذا الشكل، يعني نقول اف اي لا يساوي جي. فده ده ده, ده الشكل. البيت وايز اند والبيت وايز اور والاكسكلوسيف اور، كل الامثله دي هنشوفها في الاخر. في اللوجيكال اند ديت لو احنا حبينا نقول مثلا، يعني لو عندنا 2 كونديشن وعايزين هما الاثنين يتحققوا،
فنلاقينا مثلا بنعمل حاجة زي بهذا الشكل، نقول if وبعدين نكتب condition one وبعدين and اللي هو الاثنين دول بعدين condition two. فده معناتها ايه؟ معناتها ان لازم condition one يتحقق وcondition two يتحقق، الاثنين دول لازم يتحققوا عشان بعد كده الكود اللي جوه بتاع الاف ده يتكسكيوت. في حين ان لو احنا عايزين واحد منهم بس او الاثنين يتحققوا فنستخدم اللي هي pipeline دي، سي اللي هو كونديشن 2. ده معناته ايه؟ لو كونديشن 1 يتحقق الكود هيتكسكيوت، لو كونديشن 2 يتحقق الكود هيتكسكيوت، لو الاثنين اتحققوا الكود هيتكسكيوت. الحاجه الوحيده اللي الكود مش ممكن يتكسكيوت لو كونديشن 1 وكونديشن 2 ما اتحققوش. طب العلامه الكويشن وال اللي هي الكولون دي بتبقى اختصار ل if then else. هنشوفها طبعا لما جينا نشرح ال if conditions. في هنا اللي هي يساوي ديت اللي احنا شفناها هنا طبعا اللي هي الاساينمنت بلس يساوي ديت ظريفه. ممكن لو احنا عندنا مثلا في الكود جبنا لون تاني، لو عندنا مثلا i بتساوي 5 وبعدين قلنا i بتساوي i بلس 4 مثلا، فالناتج بتاع العملية دي ان 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 الاي في النهاية يبقى فيها 9 لان 5 زائد 4 ب 9. في حين ان احنا بدل ما نكتب اللاين ده ممكن نكتبه بشكل تاني، ممكن نقول i بلس يساوي 4. الناتج بتاع ده برضو هيدينا لو احنا يعني بدلنا اللاين ده باللاين ده الاثنين دول زي بعض بالظبط. الحاجة الوحيدة ان ده بلس يساوي ده اسرع في التنفيذ، لما الكمبيوتر يجي ينفذ يلاقي ان الموضوع ده بالنسبة له اسرع. طيب دلوقتي عايزين نشرح الشيفت. فلو هنا جينا قلنا لو جينا قلنا جافا شيفت ويكي، فلاقي اول سلايد بيتكلم عن الشيفت اوبريشن. في مثال هنا ممتاز جدا، هنا ده الشكل مثلا وليكن شكل الانبوت فاريبل في الباينري، فاول في الخانه اللي على اليمين دي بيسموها ليست سيجنيفيكانت بت، والخانه اللي على الشمال دي اكبر دي بيسموها موست سيجنيفيكانت بت. فاحنا كل عمليه ان احنا عايزين نعمل هنا ده الارثماتيك شيفت ليفت arithmetic shift اللي احنا عايزين نعمل ليفت، فبياخد اول بت بيحطها في تاني واحده في الاوتبوت ويتنه ماشي، وبعدين في اخر واحده بيهملها وبعدين بيجيب صفر يحطها في اول رقم زي ما احنا شايفين هنا في الرسمه. فكده عمل الليفت. بالنسبه للرايت بيعمل العكس طبعا، بياخد تاني رقم يحطه في اول رقم في الرقم الجديد ويتنه ماشي زي ما الاسهم موضحه. المهم قوي هنا اللي هو بيجي في اخر رقم اللي هو الموست سيجنيفيكانت بت بيحطه في الرقمين الاخرانيين زي ما الاسهم موضحه كده بالظبط، فده الرايت اريثماتيك شيفت. طيب اللي هم بقى التلات علامات اللي احنا شفناهم اللي هي فهنا دي اللوجيكال شيفت. اللوجيكال شيفت تو ذا رايت، ده الاختلاف المهم اللي ما بينهم هما الاثنين، ان هو بيعمل بالظبط اللي عمله هنا قبل كده، بس الموست سيجنيفيكانت بت ما بيحطوش مرتين، ما بيحطوش في القبل الاخيره والاخيره، لا بيجي في الاخيره يحط فيها صفر. اللوجيكال شيفت ليفت ما فيهوش فرق خالص ما بينه وما بين، لو بصينا للرسمه دي هنلاقيها هي الرسمه دي بالظبط، فما فيش فرق ما بين الليفت اريثماتيك شيفت واللوجيكال شيفت. لو جينا بصينا بسرعه على الاور والاند اللي احنا بنضرب رقمين في بعض، فواحد في واحد بيساوي واحد، صفر واحد بيساوي صفر، واحد في صفر بيساوي صفر، صفر في صفر بيساوي صفر. الاور هي بنجمع وبيبقى واحد واحد واحد، صفر واحد بتساوي واحد، واحد وصفر بتساوي واحد، صفر وصفر بتساوي صفر. الاكس اور لو الرقمين متشابهين يدونا صفر، لو رقمين مختلفين يدونا واحد، فواحد واحد صفر، صفر واحد واحد، واحد وصفر واحد، صفر وصفر بتبقى صفر.
انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.